كنجد ترحاب والتحية الصباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة العدل تحقوا بنا اللحظة. غادي نمشي مباشرة لشيوات لالا مولاتي عند المستمعة فاطمة من قنيطرة اختصاصية في فن الطبخ والحلويات. صباح الخير لالا فاطمة. صباح الخير أختي. كي صبحتي لاباس عليك؟ لاباس عليك هانية. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. مرحبا. يا أختي اليوم نرقدوا سويجات. أييه. ناخذ أختي السر ديال المرقد دابا غيوجد إن شاء الله الحلا يسخن. وهذا السر اللي غنرقدو غنحتاجو الشلايض نصاوبو به الزبده يعني بزاف الوصفات غنديروها به. كناخذو كيلو السردين نقيوه نحيدو ليه السنسول هو خصو يتغسل ويبقى تلقى عليه الماء تيولي الماء بيض باش ملي نديرو في الشبكه تسقطر ما يخرجش الماء مسخ يكون الماء نقي بيض هكداك واخا حيت هذاك الماء اللي بقى فيه كيخسرو ونحطو ينشف. كناخذو شويه الوراق غير الوراق ديال الربيع القزبر والمعدنوس غير الوراقات مقطعين غير بالمقص غلاد وعريشة ديال بسباس لانت الشعر ديالو مقطع غلاد ونصف زيت بلدية وعصير نص حامضة ومليحة والبزار. كناخذ هادشي كل شيء كنرقدو فيه السردين من غير الحامض غير الربيع والمليحة والبزار والبسباس والربيع وكنخليه في الثلاجة يعني كيدوز غير شي يومين ثلاث ايام كيوجد ومن بعد ملي كنبغيو ناكلو كنعصرو فيه شويه ديال الحامض والعفو اش بغيناه ولا تشوي ما يعني ولا المعدنوس عاود جديد يعني على حسب السيمه فاش بغات تصوبو السيمه اللي بغات. نعم يعني مفهوم يعني هذه هي الطريقه ديالو بمجرد ما كنخلطو هذيك يعني هاد الشرموله اللي عطيتينا ونسدو عليه في الثلاجه ونخليه تقريبا يومين ولا ثلاث ايام وغتنقي زوين وبيض وفي يعني اللي صالاد مثلا تقدمي مع بزاف الحوايج تصاوبي به لي كنابي تصاوبي به زبده مركبه يعني اي حاجه ديريها به. نرقدو الكورنيشو غنحتاجوه مثلا في التعمر ديال الدجاج وخمسه ديال الدجاج العادي. كناخدو كيلو ديال الخيار داك الصغير الكورنيشو ونص كاس الملح غليظة باش غنحكو هداك الكورنيشو حيت كتكون جلد ديالو حرشة ومسخة. كناخدو جوج كيسان الخل بيض جوج كيسان الما ثومة كبيرة معلقة كبيرة ديال الشعر ديال البسباس لانيت معلقة صغيرة ديال البسلة خضرا معلقة صغيرة ديال حبوب البزار تكون عامرة بزاف جوج حبات القرنفل وجوراق سيدنا موسى. كنحكو الخياط بشوية الملح من نص الكمية ديال الملحة ايه ونغسلوه ونديرو في شي سربيزه ينشف لمده جوج سوايع. من داو الملحه نديروه في الزيت هذيك الملحه غتخرج منه بزاف د الحوايج وفي السربيزه ومن بعد نحيدو من السربيزه ونغسلوه مزيان ونشفوه ونديروه في قرعه ونجمعو كاع ديك العناصر اللي درنا عليه والخل. هي كنقول السيدات الماء اللي غيرقدوا فيه اي حاجه غيرقدوها يكون طايب وبارد ولا تشري القرعه ديال الزنقه. وكنديروا هذا الشيء كله في قرعه وكنديروا في حمام مريم واحد 10 دقائق نديروا في 4 الاسابيع ويبقى يعني محضي. كتلقاي زعما طاب ولا مزيان. كناخذوا البصيله البيضاء ديك الصغيره اللي كترقد حتى هي هذا كيقدموا بها الدجاج اللي مشوي ولا اللي في الفران ولا هذا. دابا نعطي واحد الوصف ان شاء الله. كناخذوا كل البصيله صغيره حفنة ديال الفلفلة حارة ديك المزاود الحمراء الصغيرة. ومعلقة كبيرة ديال الحبوب ديال عند العطار ديال الموطارد قولي عطيني الحبوب ديال الموطارد. الموطارد واخا. ماشي الموطارد اللي فقرا عليك انا. حبوب الخردل اييه. معلقة كبيرة ديال القزبر حبوب. 6 كيسان الخل بيض. جوج كيسان ديال الماء. جوج معلقة كبار ديال الخل. 4 العواد ديال الكرافس. كناخدو الماء فوق العافية. ونديرو فيه البصله بالقشور ومن بعد نحيدو دوك القشور ساهلين من البصله ونديروها في الماء بالثلج يعني فوق نغلي الخل وهذوك التوابل كلشي ونديرو البصله في القرعه ونكبو على داك الشيء كلشي اللي غلينا مع الخل وكنقطعو ديك الفلفله مزاود طريفات رقاق ونكبو عليها الخل في الاخر ونديروها في القرعه حمام مريم 10 دقائق وهي موجوده. على طريقة حمام مريم كنسدو عليها ونخليوها 10 دقائق نعم 10 ديال الدقائق واخا وهي البصيلة عندك موجودة بلا ما تبقاي تاخدي فيها الصودا وفيها أيه فعلا وكيكونوا فيها مواد ما تعرفوش المصدر ديالها ونعطيك واحد لاباج باش الناس تبقاو يخدموا شوية في الدار أيه باش يدهنوا هكا اللي كتعطي اللمعان زوين وبنين واخا. كنديروا واحد نص كيلو ديال السكر
وندير تقريبا واحد ربع ديال الماء و75 غرام ديال النشا ومليحه. ديما الملحه يعني سيف كنشوفهم كيعطيو الوصفات بلا ملح، ديما الملحه في حاجه في الاول الملح. ايه و160 ملل ديال الماء بارد واحد اخر و60 ملل ديال عصير الحامض. كنذوب النشا مع ديك 160 ملل ديال الماء و240 الماء الاولى كنديروا مع السنجه فوق العافيه ونزيدوا على داك النشا مع الماء ونخليو 5 دقائق فوق العافيه ونزيدوا المليحه وعصير الحامض ونحرك واحد 10 دقائق ونعمرو في القريعه وانت عندك ناطاج. السيده اللي بغات فيه لوغو اللي عندها لاباري كتخرج لي جو العصيرات ديال الفواكه يجي فيه عصير فاكهه اي فاكهه مثلا خوخ اي حاجه بغات مشماش اللي بغات. ندوز اختي لديك السيده اللي طلبات لك واحد ناطاج واحد النهار اللي كيكون ملون فوق الحلويات تاع عيد الميلاد. ايه كديرو 90 غرام ديال الماء و110 غرام ديال السكر 75 غرام ديال الكريم فريش و50 غرام الشوكولاته البيض فوق العافيه. عاودي لنا هاد المقادير، عاودي لنا الا سمحتي لاله فاطمه. 90 غرام ديال الماء ايه 110 غرام ديال السكر يعني كنقول سنيده ايه 75 غرام ديال الكريم فريش 50 غرام الشوكولاته البيض هادشي كلشي فوق العافيه مهيله وكنذوبو جوج ورق ديال الجيلاتين وكنضيفوهم والملون على حساب يعني غوز مثلا هذا وكتخلطي كلشي وكتخلي مين كتصاوب اون بيش ولا اون طارت ولا هذا كتخوي فوقهم هاد الناباج. اه كيف قلتي بالانواع اللي عندنا لا حتى مشتو انت كتصوبي اختي غادي نعطيك واحد الزبده يعني يعني باش نقدموا مثلا مشويات ولا حوت ولا كتجي من السما. ايه كناخذوا الزبده اختي بالسردين صبحت عليكم اليوم بالسردين. لا بالعكس هو كله فوائد صراحه. 100 غرام ديال الزبده تكون نص مالحه يعني يزيدوا فيها مليحه. 100 غرام ديال السردين ديال الحك معلقه صغيره ديال المطاد واحد شويه ديال الصلصه ديك الحاره اللي في القرعه كتباع وشويه البزار وما كاينش ملحه وكتشديها فيه كلشي كتمعسيه بالفرشات وكديري دي بودان وكديهم في الكونجيلاتور. ومين كتكون عندك مثلا شي وصفه مثلا فيها هاد مثلا درتي غير حوت في الفران يعني عادي كتقطعي دي غوندير وكتحطي فوق السمكه ولا كتاكلي بيه الحوت. اييه ولا كيتقدم هكا مع الخبز كغيي هكا مع دي سوب شربات. اييه كتصاوبي بيه كاع دوك المملحات. اييه واخا 100 غرام قلتي لنا ديال السردين ديال الحكم يعني اللي كيتباع ولا هذا اللي صايبنا مثلا هذا؟ اللي بغات السيده هو كيمشي مزيان مع الزبده. مزيان اللي بغات هذا عيا تحطو مزيان من الماء. اييه ناخذ اختي القشور ديال الكروفيت ندير واحد الصلصه مقلصه وبها لي سوب ولي سباغيتي داكشي. كناخذوا القشور ديال الكروفيت وكنديروا معاهم 150 غرام ديال الماطيشه ديال الحك ومعلقه صغيره السودانيه ومليحه والبزار. كنغليو القشور مع الماء واحد ربع ساعه وكنطحنوا كلشي وكنصفيو وكنضيفوا المقادير الاخرى ونرجعوا فوق العافيه 15 دقيقه ونخليوه يبرد ونعاودوا نصفيو ونديروا في ديك البتيت لاغو ديال الثلاجه. ونحطو مثلا عندنا واحد الحشوه ديال الحوت مثلا ناخذ واحد التيكاغو نصطيو فيه مثلا داك الشيء شعريه مثلا ولا بريوات ولا سكات يعني بغينا نديرو صوبه كنديرو نرقو به يعني. قلتي لنا فاطمه القشور ديال القمرون ياك غادي نسلقوهم في الماء؟ نعم اه ياك. والسيده فين كتحيد كاع حتى الراس ديال الحوت ولا السمسو ما تلوحوش تستعملو وتخزنو. احنا في رمضان ديما كنديروا لي بوطاج ديال الحوت وداك الشيء دابا ان شاء الله مع المده كلشي نعرفوه. اكيد قلتي لنا القشور ديال القمروني قلتي لنا نسلقوهم ياك ونصفيوهم. اييه نصفيوهم ونطحنوه طحني باش يعطيك الكونسونتري بزاف. يعني القشور ديال القمرون ملي نسلقوهم مزيان يعني ملي غليو في الماء نطحنوهم ونصفيوهم هكذاك ونزيدو فيهم 150 غرام ديال الشاك الحك ومعلقه صغيره السودانيه ومليحه البزار كيجي واحد البويون بنين. هذا بويون في العظم ديري كلور غديري هذا. اييه واخا بلا ما نذكر الا سمحتي. اييه واخا هادو بالنسبه للصلصه بقشور ديال القمرون تفضلي. نعم. فاطمه غناخذ اختي واحد الصلصه ديال البيتزات وديال اي حاجه اللي السيده قديمه مصوباها وتخليها تحتفظ بها في الثلاجه. نعم كندير واحد جوج معالق ديال زيت بلديه ونشحو فيهم بصله مشولده وجوج تومات ونقطعو مطيشه مربعات بلا زريعه وجوج معالق مطيشه الحك ومليحه والبزار والسودانيه ونقلطو حفينه ديال الريحان والزعتر
يكون شويه يابس وبصله نقطع الثومه والماء كلشي على العافيه وندير كلشي المقادير وكنطحنهم يعني مفهوم الطريقه مفهوم ضروري الريحان والزعتر ناخذ واحد الصلصه خصني نقدو هذا الدجاج اللي معسل ومحمر في الفران جوج معالق الزبده بصله صغيره جوانح يعني رقيقه طويله ميتين متر عصير ليمون ونصفي عصير الليمون عصير الليمون اللي كناكلو ماشي الحامض ايه برتقال ايه و 75 سنتيمتر معلقه ديال الخضره ولا ديال اللحم ولا اللي السيده عندها وثلاثه معالق كبار ديال الكونفيتور ديال الليمون وجوج معالق صغار ديال النشا كنشحروا البصله مع الزبيده ونضيفوا هاد العناصر كلهم ونخلطوهم مزيان نديرهم على العافيه من كيعقد كنحطو في جوج مرافق الاطباق وتينا فيها جوج معالق ديال الزبده ياك وبصله صغيره مقطعه هكا شرائح و 200 سنتيلتر ديال عصير ديال الليمون و 75 سنتيلتر ديال المرق ديال الخضره اللي درنا وثلاثه ديال المعالق كبار ديال الكونفيتور ديال الليمون وجوج معالق صغار ديال النشا ديال النشا تخلط هادشي كلشي ودير فوق العفسه كنشحروا البصيله ملي تشحل البصله هي الاولى نضيفوا هاد المقادير ونرجعوا كلشي فوق العافيه ملي كيعقد كيتحط صلصه اييه واخا كملتينا مع الدجاج كيمشي مع الدجاج وشنو عاوتاني مع كلشي مع الدجاج ديال الفران مع بيبي مع اللحم يعني مع اي حاجه كيجي في واحد لوكو زوين وبنينه ولا كولور كتجي زوينه فيها وكلشي الله يعطيك الصحة لالا فاطمة تبارك الله عليك مشكورة جدا على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم يعني تبارك الله نتمنى أن المستمعات يكونوا في الاستماع ويسجلوا معنا هاد الطريقة ديال الترقاد اللي قدمت لنا وكذلك هاد صلصة المرافقة هكا مع المشويات وكذلك هاد صلصة ديال بالقشور ديال القمرون وصلصة ديال البيتزا اللي كطلبوا دائما اللي ممكن أنكم يعني توجدوهم ويبقاو تحتفظوا بهم في الثلاجة والصحة والراحة.